النهضة ورغم حملة السجون في مستوى القيادات هي غير مسبوقة تقريبا. نعم يعني حتى نعم في التسعينات يعني ثم مجموعة كبيرة يعني كانت في الخارج. يعني بعد سنة ونصف من المحاكمات وتشوف أن السلطة فشلت في إثبات التهم عليها، ويعني كم الضخ الإعلامي والتشويه. الآن النهضة هي في مرحلة تخول لها أن تعتد بنفسها ولا تنزلق في أي تجربة غير محسوبة. أنا اعتقادي أن حركة النهضة جيل بعد جيل بينت على أنها حركة وطنية قبل كل شيء، قبل كل شيء، ربما قبل هويتها الإسلامية، لأن دائما في كل محطة كانت تضع مصلحة تونس قبل كل اعتبار، كانت تضع الاستقرار تونس قبل كل اعتبار، بل في كم من محطة جاءت على نفسها وقالت معلش هذه من أجل تونس معلش. وأنا أقول لك لو في سيد قيس سعيد 1% من النبأ و1% من التعقل والحكمة راهي قالت حركة النهضة معلش، لكن هذا الرجل يوما بعد يوم، وهذا الكلام أنا أقوله أمامه وأقوله لو كنت في تونس، وليس لأني موجود في الخارج. أنا لا أبني موقفي لأني لا أنا في الخارج والناس في الداخل، لأنه الكل مقوين بالاستبداد وكلنا مقوين بالحكم الفردي. ثم الأهم من هذا، الكلنا ليس لنا يعني رغبة في العودة إلى الحكم. لذلك قلت لك اليوم جزء من قوة حركة النهضة الغد هو أن تاخو شوف يعني في الطبيعة الكل ثم راحة بيولوجية، لازم تاخذ نوع من يعني السكينة، مسافة يعني مسافة من الأحداث تعبر. أنت الآن عندك يعني ما شاء الله، يعني أنا كنت في نيويورك وحتى في الاتحاد البرلماني الدولي، تصور الاتحاد البرلماني الدولي أول منظمة عالمية فيها 190 برلمان، يوم 15 أكتوبر وأعودوا إلى معناها البيان الرئيسي نتاعها 15 أكتوبر 2022 تعلن أن جبهة الخلاص الوطني المعارضة الأكبر والأكثر مصداقية للسيد قيس سعيد. ولكن حمت المساندة هذه، عفوا ولست أنا لست نعم، في ولكن حمت المساندة هذه على أهميتها لم تفلح. نعم. في فرض ضغوط دنيا تجعل سعيد يطلق سراح الغنوشي في 82 سنة بعد 8 شهور من حبسه. لا شك هذا هو اللي حبيت أقول لسيادتك، ما يخيف أو ما يخلي قيس سعيد يعني يتأخر هو الشعب التونسي، هو الشعب التونسي. يعني أنا أستغرب الشعب التونسي قال لقيس سعيد ولغير قيس سعيد وللداخل والخارج أنا خارج منك في موضوع الانتخابات، وبعضهم يقول النجاة في الانتخابات. يعني 11%، يعني هل تريد أنت في المشاركة في هذه الانتخابات أنك تصفي الشرعية على الانقلاب؟ ثم سؤال آخر أستاذ ماهر، نفترض النهضة شاركت في نفس فكرتك أنت، وهذه من الأسئلة توجه لموقف النهضة، هل أنكم شاركتم في الانتخابات هذه؟ يعني أنت ستشارك وفق قانون دستور 22 عملين يعني أمضيت عليه شرعاً، وبعدين إيش بتعمل؟ اي لا، انا حاب اقول لسيادتك اذا شاركت في الانتخابات الرئاسيه هذه انا لا ادعوك انك تنغص حياه قيس سعيد او تعمل حمله ضده، لا ابدا ابدا. ولو كان يعني حتى تحسبها بالحساب ما انا مش هذا مطلوب منك، مطلوب منك انك تعبر عن موقفك، انك تعبر عن موقفك من خلال جبهه الخلاص، لانه اغلب من يوم 26 جويلية إذا باستثناء 26 جويلية اللي كان رئيس البرلمان يعني معه سلة من النواب ووقفوا ضد معناها الدبابة ووقفوا ضد تسكير نعم. البرلمان، ثم جاءت مواطنون ضد الانقلاب، ثم جاءت جبهة خلاص وأصبحت حركة النهضة جزء أساسي في هذا التنظيم السياسي. أنا أدعو بالعكس سواء انتخابات رئاسية انتخابات تشريعية تكون قائمة حركة النهضة ضمن جبهة الخلاص، لأنه لا خلاصة لتونس من خلال هذا الحزب أو هذا الحزب. الناس
أصبحت لديهم شخصية يعني واحدة تنافس سعيد. لا، شخصية واحدة تنافس سعيد تكون من خلال جبهة الخلاص، حركة النهضة في خلال جبهة الخلاص تعبر عن موقفها. خارج جبهة الخلاص، هل هي معناها مضطرة لهذا الشيء؟ لسه مضطرة لهذا الشيء. لا لكن في هذه، لكن في النهاية يا أستاذ، لكن في النهاية يعني مع أهمية الفاعلين الآخرين، وهذا تصريح نجيب الشاب نفسه، يعني سنام جبهة الخلاص هي حركة النهضة، يعني في النهاية تشارك بموقفك الشخصي وإلا عبر جبهة الخلاص، المسألة واضحة وشفافة. نقطة أخرى، ثم يقول لك كيفاش باش توافق وسعيد يعمل لك هيئة انتخابية جديدة والمؤسسات مش تطيح؟ نحب وكأن المؤسسات، أنا أسأل المؤسسات شنو، ثم حاجتين مؤسسات، ثم الكرونيكور والقارين في البلاطو التلفزية مثل السلطة، وهيئة اسمها هذه شركة الأهلية، هذه المؤسسات اللي شفناها. يعني هو أنت قبلت بلحان البرلمان والمؤسسات، قلقاتك هالمؤسسات الفاشوش، ولا يقولوا هاشوش احنا خبز الفنكوش، بعضهم يقول كلام هذا. نعم، حتى ننهي الموضوع هذا. أي أنا كما قلت لحضرتك، مع تأكيدنا على أهمية المحافظة على السلم الأهلي، مع محافظة على مقاومة الانقلاب بصفة قانونية مدنية وبالوسائل المدنية لا غير، أنا اعتقادي والله أعلم أن هذه الانتخابات إن تمت وستتم سوف تكون على شاكلة الانتخابات اللي عرفناها منذ يوم 26 يوليو 2021. نعم. بمعنى رجل واحد فقط، واحد فقط يتحكم في كل شيء. وإذا كان، ما أعتقد، أنا ما أتصور أنه الأستاذ أحمد نجيب الشابي له وهم، وهو الرجل المخضرم وكذا، أنه قيس سعيد مش يخليه يلعب أمامه بمعنى أن يكون منافس له. يعني حتى لو كان ثم منافسين سيحترم قيس سعيد وسيقصي البقية بما في ذلك أحمد نجيب الشابي وعبير موسي وكل يعني منافسين جديين، يعني حقيقيين وجديين من الصراع. فلماذا يعني أعطي هذه الكاب؟ في أهم شيء في هذا، يعني أنا لا يكفي أنه أعترف بانقلابه، أعترف بخريطة الطريق متاعه، أعترف بفشلي أنا، والأهم من هذا أن أجري انتخابات ترجع غنوشي في الحبس. ما شاء طيب. الله.